اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. في حياه كل واحد فينا سر من اسرار حياته. احنا النهارده بقى بدورنا هنكشف سر من اسرار الضيف الموجود معانا. معانا ومعاكم النهارده شاب تقريبا لف بلاد العالم ومرن ودرب شباب كتيره. ولكن حنين الوطن رجعه تاني الى بلده عشان كل شاب وكل كبير وصغير يستفاد من خبرته. معانا ومعاكم النهارده الكابتن معاذ علام. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن معاذ. في البدايه ممكن تعرفنا بحضرتك؟ حضرتك معاذ علام، انا اشتغلت قبل كده في التدريب، طبعا اشتغلت في ماليزيا واشتغلت في اندونيسيا واشتغلت في عمان. طبعا بالنسبه للتدريب عموما انا شغال فيه من زمان، حتى في مصر هنا قبل ما اسافر. عندي خبره في المجال دوت، يعني ممكن نقول 10 سنين. تمام. اتجهت للتدريب طبعا، وشغال في وبلعب حاليا برضو في الاحتراف، ولكن بركز اكتر على التدريب الفتره الحاليه، وبحاول ان انا برضو العب باذن الله. تمام. طبعا يا استاذ معاذ، يعني كلنا عارفين ان لعبه الملاكمه عشاء، يعني عشاء كتير جدا. ايه اللي حببك في اللعبه دي، خلاك ان انت تحبها وتلعب فيها؟ والله هو اللعبه، يعني ممكن اكون مثلا انا لقيت نفسي فيها. تمام. انا جربت قبل كده، لعبت كونفو ولعبت كاراتيه، وجربت ان انا العب سباحه، لعبت كوره، جربت العب كوره، ولكن الحاجه اللي انا لقيت نفسي فيها هي الملاكمه. طب انا ليه لعبت ملاكمه؟ ومين اللي حببك فيها؟ يعني اللي حببني فيها كان طبعا محمد علي كلاي، طبعا ربنا يرحمه. كشخصيه وكاركتر وكملاكم وكاسلوب، كان مدرسه ربنا يرحمه. ولحد دلوقتي طبعا الراجل ده مات والناس كلها بتدعي له، فهو ترك ايه بعديه؟ يعني كان راجل مدرسه، ترك حاجات جميله جدا للناس طبعا، كقيم وكادب وكلعبه. حتى هي لعبه الملاكمه قيم وادب واخلاق قبل ما تكون لعبه. طبعا لعبه فن، الفن النبيل اكيد طبعا. يعني لعبه النبلاء، لما حد بيقع على الارض انت مش بتضربه خلاص اكيد. فمش من الممكن ان هو انت تنتهز فرصه ان هو وقع على الارض وتضربه. فهي فعلا لعبه ليها قوانين وليها عادات وليها كل شيء. طبعا لعبه البوكس يعني ممكن تكون كفنيات اصعب من كذا لعبه، لانها بتنحصر على ايدك بس، فمش ممكن ان انت تقدر تاخد، يعني مهما انت اتعلمت في البوكسينج هي بتحصرك، بتحسسك ان انت برضو لسه عايز تتعلم اكتر. مهما كان عندك سرعه، مهما كان عندك قوه، مهما كان عندك تحركات، ولكن برضو بتحتاج ان انت تتعلم اكتر. يعني برضو محمد علي كلاي خسر قبل كده، خسر كذا مره تايسون ورجع يلعب تاني. البوكسنج مدرسه، مش عيب ان انت تقع، مش عيب ان انت تخسر، ولكن الجميل ان انت تستمر. طبعا احنا شفنا، زي ما شفنا تايسون دلوقتي هيرجع يلعب، عنده ماتش بعد كده مع هوليفيلد، وكلنا طبعا يعني اتصدمنا ازاي تايسون رجع يلعب تاني. قعد فتره كبيره جدا. دي روح الملاكم. تمام. ان هو مقتنع دايما، او الرياضي عموما، ان هو مقتنع دايما ان مفيش مستحيل. ان هو عنده 50 سنه وعنده 53 سنه، ولكن هو مستمر وهيرجع يلعب تاني. فدي الحاجه المبهره طبعا في اي رياضه، ان انت تستمر في الرياضه. تمام. استاذ معاذ، احنا عارفين طبعا ان لعبه الملاكمه لعبه عنيفه جدا. ولاحظ ان حضرتك بتنصح الاطفال بيها، طب ليه مع انها لعبه عنيفه؟ لانها بتعلم التسامح، لان اي واحد قوي بيتعلم ازاي انها تكون مسؤوليه. انك تكون قوي دي مسؤوليه. ما هياش بس ان انت مجرد واحد ربنا ميزك عن غيرك، مثلا انت عندك ايد قويه او عندك مثلا جسم قوي وبس. لا طبعا، الرياضه طبعا اخلاق اكيد. يعني قبل اي شيء انا بعلمه لاي طفل بيجي عندي او اي حد بيتمرن معايا، ان هو يحترم ازاي هو في التمرين وبره التمرين. ان انت تلعب بوكس، انا ليا اصحابي كتير بنلعب بوكس مع بعض، وبوم ونضرب في بعض وممكن نكسر بعض. هو كتير جدا بيشوف لمجرد ان احنا نقلع الجلافز. شوف ان هي لعبه عنيفه، والاطفال كمان لما بتلعب اللعبه دي جدا، مع اني ملاحظه ان هي عنيفه جدا، لانها بتعلم التسامح. يعني دايما ممكن مثلا يكون الملاكم ايديه قويه ومؤذيه، ولكن هو بيخاف يعمل مشكله. ليه؟ لانه بيخاف على اللي قدامه، بيبقى خايف ان هو يأذي اللي قدامه. تمام. مش بيبقى خايف منه، بتعلمه ازاي ان هو يثق في نفسه، ان هو عنده ثقه في نفسه وهو بيلعب رياضه عنيفه،
ولكن هو مش بيتباهى بيها. تمام. مش بيتباهى بيها، دي أهم نقطة، أهم نقطة أنا بنصح بيها أي طفل أو أي حد بيجي يتمرن معاه، إن أول نقطة أنت دلوقتي بتلعب لعبة قوية، عندك متميز عن غيرك، أنت إيدك قوية، عينيك سريعة، عندك رد فعل سريع، فبالتالي أنت لما بتيجي أنت تلعب كرياضة زي كده في الشارع فده شيء طبعا حد كبير مش ممكن ان انت تتعود عليه، لذلك الملاكم ايه دي سلاح ابيض. حضرتك بنحتاج قد ايه عشان نوصل لمستوى الملاكمه الصحيح؟ والله الموضوع معتمد على الشخص اللي هو داخل، يعني ملهاش فتره معينه. لا ده هو لا يعني هو ممكن مثلا مش ما اقدرش اديك وقت محدد ليه؟ لان يعني فكره الاستيعاب بتاعي غير الاستيعاب بتاعك، غير استيعاب طفل صغير، غير استيعاب واحد كبير، غير الديديكيشن بتاعك في التمرين. يعني واحد ديديكيت هو بيتمرن كل يوم، مش زي واحد بيتمرن مره في الاسبوع، مش زي واحد بيتمرن مره في الشهر. فطبعا الموضوع معتمد على كده. انت دلوقتي مثلا واحد بتتمرن كل يوم، كل يوم ده بتتمرن في المعسكر، احنا كنا في المعسكر مثلا بنتمرن مره الصبح ومره بالليل. الصبح تمرينه الاحمال، بالليل تمرينه التكتيك وازاي ان انت تتحرك والموفمنت والكلام ده كله، كل التكنيك بيبقى بالليل. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. معاك يا استاذ معاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منورين. منوره حبيبتي. كابتن معاذ معاكي. اهلا كابتن معاذ، ازي حضرتك؟ اهلا، ازي حضرتك، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايز اسال سؤال، بس هو انا يعني انا كنت ولدت مرتين. أوكي. فعندي بطن عاليه شويه. اوكي. فانا كنت صراحه يعني كنت ناويه قبل ما انا اعمل طبعا ادخل اروح الجيم وكده واعمل رياضه وكده، بس طبعا بالنسبه للظروف اللي احنا فيها وكده مفيش جيمات يعني. اوكي. فانا عايزه اعرف ايه الرياضه المناسبه اللي انا ممكن ارجع بطني قبل الولاده، انا بقالي 4 شهور وبدا يعني. طبعا عايزه اعمل تمارين. اعرف تمارين المناسبه، وكمان عايزه اعرف ايه التمارين اللي ممكن اقوي، يعني في ممكن تمارين او حاجه معينه في رياضه يعني طبعا ان انا اقوي طبعا بيها المناعه او كده، ولا هي يعني مفيش حاجه زي كده مثلا؟ لا طبعا تقوي المناعه، ان انت تاخد فيتامينز تقويك تديك مناعه. ازاي بقى انت تاخد فيتامينز؟ ايه الاكل اللي موجود فيه مثلا فيتامين سي؟ ايه الاكل اللي موجود فيه فيتامين بي؟ ايه الحاجات اللي انت المفروض تاخدها؟ انت اهم حاجه عندك ان انت تظبط اكلك عشان تقدر ان انت ازاي مناعتك تكون اقوى. الفلفل الرومي فيه فيتامين سي، البرتقال، الليمون. بالنسبه للميديكال ممكن مثلا ناخد فيتامين بي 12، ديبوفيت، بيكوزيم، الحاجات دي كلها طبعا بتقوي الاعصاب، بتقوي العضلات، بتقوي المناعه. طيب بالنسبه للحمل، الحمل طبعا انا دلوقتي في عندي ارتخاء في العضلات، ايه اللي انا محتاج اعمله عشان يبقى عندي موبيليتي؟ محتاج اعمل ستريتشنج كويس جدا، محتاج اعمل بودي ويت، ان انا مثلا اقدر امشي واحده واحده مع نفسي، ان انا اقدر اعمل بوش اب، اقدر اعمل سكوات، اقدر اعمل الحاجات البسيطه، ولكن قبل ما اعمل كده لازم اعمل ستريتشنج كويس جدا. ستريتشنج طبعا اتعلم الاول، اعمل ستاتيك ستريتش اللي هو انت تعمل ستريتشنج وانت ثابت بشكل ثابت. طبعا انا بنزل فيديوز على الكلام ده، هقدر ان شاء الله افيدك في الموضوع ده اكتر، لان الموضوع ده انا محتاج ان انا اهتم بيه الفتره الجايه. بالنسبه ان انت ازاي تتمرن في البيت، تمرينك في البيت ده مهم جدا جدا، لان احنا دلوقتي عندنا كورونا، عندنا جيم مقفول، الناس مش عارفه تعمل ايه. طبعا ان انت تتمرن في البيت ده مهم، لان كده كده التمرين انت ممكن تتمرن في الجيم. هي ممكن ناخدها كلعب للاطفال بدل نزولهم في الشارع. طبعا ان الاب والام يلعبوا. طبعا طبعا طبعا، لان انت دلوقتي بتحاول ان انت تبقى سيف على قد ما تقدر. يا ترى يا استاذه ايه، هتبقى بنفس كفاءه الجيم؟ اكيد طبعا، يعني لما تتدرب في البيت هتبقى بنفس كفاءه الجيم لما يروح؟ مش هنقول 100%، لان طبعا لما الكوتش يكون معاك ويديك الموتيفيشن ويديك كمان البلان اللي انت تمشي عليها بتختلف تماما انه يكون في جيم. لان انا دلوقتي موجود في البيت، خلينا صراحة، انا دلوقتي في البيت بكسل، ما عنديش حد يحمسني، ما عنديش الكوتش اللي يديني الرولز امشي عليها، فبالتالي طول ما انا قاعد في البيت ما بحسش ان انا بعمل حاجه جديده كاني بلعب وخلاص. مع انه التمرين مهم في البيت، في الشارع، في على البحر، في اي مكان التمرين مهم.
لكن اللي يقوي مناعتك فيتامين دي، الشمس الصبح تجري، تجري في الشمس في الروقان طبعا، ما تحاولش ان انت تختلط بالناس عشان الفيروس وكده. تاخد الاكل اللي يفيدك في يقوي مناعتك، فيتامين سي، تاخد فيتامين دي، تاخد طبعا تحاول ان انت تظبط الفيتامينز بتاعتك بحيث ان انت ما تكونش عندك على الاقل ضعف في المناعه، تحس ان انت تشعر ان جسمك بيستقبل الحاجات اللي تقوي. بالنسبه فايت للجيم، في بودر وفي حاجات كده، ايه فايدتها او ايه لازمتها؟ يعني احنا مش فاهمين برضه. السبلمنت طبعا يعني مفيد، بس بتعتمد على طبيعه اكلك. يعني انا عن نفسي، انا كمعاز مش، انا شخص كلاسيك، انا مش متعود اخد اي سبلمنت. اكيد بيبقى ليها مخاطر بعد كده، صح؟ هو اي حاجه، بص، هو عموما اي حاجه بتزيد عن الحد بتقلب ضد طبيعي. يعني انا مثلا ما اخدش بروتين عمال على بطال وانا اصلا مش بتمرن، ده غلط. ان انا اخد مثلا هرمونات، ده غلط، لان انا مش بادي بيلدر، انا واحد عايز احافظ على صحتي. البادي بيلدرز دول ليهم قصتهم، انا مش هتدخل فيها لان دي لعبتهم. لكن انا راجل ملاكم، او انا راجل مثلا بتمرن، انا راجل بلعب رياضه لنفسي، طب انا ايه اللي يفيدني في رياضه لنفسي؟ اللي يفيدني ان انا اكل كويس، ادور على الاكلات اللي تفيدني. يعني مثلا اكل كيوي، افوكادو، اكل خضروات كتير، اكل ليمون، اكل الحاجات اللي تديني طبعا تديني طاقه، وبرده ما تضرنيش. حاجات يعني طبيعيه، مهما اكلت من اكل الطبيعي مش هيضرك. لا اكيد، غير البودر. البودر الحاجات ديت بتبوظ. يعني خلينا صراحه دلوقتي، مثلا بص حضرتك، دلوقتي الشباب كلها بتسعى على ايه؟ ان هم عضلات بقى وجيم، وده شاب مش عارف ايه كل ده. أيوة. في حد ذاتها دي حاجات غلط. طبعا يعني غلط. غلط ان انا اصلا مش هادي. هيبقى مجرد نفخ عضلات وخلاص على كده، لكن أيوة. من اول علقه زي ما بيقولوا هيقع. صح. البوكسنج او الفيتنس عموما بيعتمد على البرفورمانس. يعني انت امبروف، يعني انت بتثبت شغلك، بتثبت ان انت بتتمرن، مش بتعمل جسم او كده. انت بتقسم جسمك، بتحافظ على صحتك بشكل كويس، طبعا بتديك ثقه في نفسك كان انت كده. انا بتكلم على البوكسنج مثلا، لكن السبلمنت في شباب بيبقوا اندر ايج بيكلموني، يعني مثلا عنده 14 سنه، عنده 16 سنه، 17 سنه، ده انا ما انصحش ان هو ياخد الحاجات دي اصلا، لان هو في مرحله نمو. فهو مش محتاجها، هو محتاج ان هو ياكل كويس. هو لو ظبط 5 وجبات في اليوم، خضار وفاكهه كتير، موز بقى قبل التمرين، يظبط يعني نفسه. حضرتك بتنصح الشباب او بتنصح الاطفال انهم ياكلوا اكل معين وحاجات معينه؟ يظبط كلها طبعًا. طبيعي طبعا، كلها طبيعي، مفيش حاجه داخله. طبعا يهتم شوفان، يظبط نفسه في البروتين، يظبط نفسه السمك، سلمون، كل الكلام ده كله جميل. تمام. لكن ميديكال ما تتجهش ليه غير لو انت عندك ضغط عالي جدا في التمرين. يعني انا مثلا في بعض الناس بيبقوا محتاجين ان هم ياخدوا جلوتامين عشان خاطر الاستشفاء، بيبقى محتاج مثلا ان هو ياخد فيتامين كتير عشان الضغط على العضله كبير. بس ده الناس الرياضيين اللي هو بيتمرن مرتين في اليوم، فهو محتاج ان هو ياخد فيتامين، هو محتاجه نيدي هو. طبعا. لكن انت مش حضرتك في الجيم بتكتبوا الحاجات دي للشخص معين ولا كل حاجه؟ للي بيحرق في التمرين جامد. يعني انا مثلا معايا جامد بتكتبوا له لازم حاجة. لازم ان هو مش بكتب له، هو بنصحه وبقول له مثلا افضل تاخد فيتامين بي 12، بي 1، بي 6، الحاجات دي هتعلي معاك، مش هتعلي معاك بس هتساعدك ان انت لما تضغط على نفسك في التمرين يبقى عضلاتك تقدر تستحمل اللي انت بتعمله. طيب كابتن معاذ، ايه اللي حببك في اللعبه ديت وحاسك ان هي مختلفه عن الالعاب الثانيه؟ يعني انا حاسه من كلام حضرتك ان انت حابب اللعبه دي جدا. وحاسس ان هي مختلفه عن اي لعبه ثانيه. بصي، هو عموما اي واحد ملاكم او واحد لعب بوكسنج متعود عليها بتبقى في دمه، بتبقى عاده. يعني حتى متحمس انت في الصور والفيديوز وكل الحاجات دي. اللعبه دي يعني البنات بتحبها جدا، مش عارفه يعني. طب ايه الاختلاف بينها بقى وبين اللعب التانية؟ هو زي ما قلت لك، الموضوع ان انت يعني بتفرغ الطاقه السلبيه من جسمك، ده رقم واحد. يعني انت مثلا لو متعصب مش ممكن تتخانق مع واحد؟ طبعا. لكن لو انت دخلت التمرين ولعبت بوكسنج او مثلا ضربت في الباك شويه، طلعت الطاقه بتاعتك، بقى عندك ان انت في خرجت الطاقه السلبيه، هدوء. فبالتالي الطفل، يعني مثلا انت لما تقول لي مثلا، انت ليه تنصح الطفل ان هو يلعب بوكسنج؟ طبعا انا بنصح ان هو يلعب بوكسنج عشان خاطر بتعلمه التسامح. ازاي؟ يعني هو مثلا اتعود ان هو يلعب بوكس، فياخد بوكس في وشه
وبعدين يرد يلعب بوكس مثلا، يضرب بوكس وكده، بوم بوم يلعب بوكس، يضرب بوكس، يتحرك كده. استاذ مروان، اللعبه دي لها قوانين؟ طبعا ليها قوانين، كل لعبه ليها قوانين، ليها اخلاق، ليها طبعا ليها قوانين. في اماكن كده ممكن تموت، لا ابعد عنها. كل طبعا طبعا، ما انا لسه بقول لك في الكلام ان انت مثلا الملاكم ما بيحبش ان هو يعمل مشكله في الشارع. ليه؟ لان هو بيبقى خايف على اللي قدامه، بيبقى خايف ان هو يعمل مشكله او يأذي حد بضربه. بيبقى عنده مسؤوليه، بتبقى عارف ما قلت لك إن, ان 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 انت قوي. دي مسؤوليه. ان انت مميز دي مسؤوليه. فانت بتتعلم الادب بالرياضه، دي اهم نقطه طبعا. ايه اللي بتخطط له الفترة الجاية ان شاء الله؟ اللي بخطط له الفترة الجاية، اللي بخطط له الفترة الجاية ان انا اكون في اكاديمية تربوية ورياضية، مش بس بخصوص الاكاديميات. مش حاسس انك تسألك بتدرب فين او الاماكن اللي بتدرب فيها خالص؟ هنا ولا بره؟ هنا او بره، يعني اكيد ليها فروع واكيد ليها اماكن. حضرتك احنا عرفنا ان حضرتك كنت بتدرب شباب بره. وبعد كده جيت هنا برضو بتدرب. يعني كان فين حضرتك؟ كان في ماليزيا. كنت ممرن في مكان في كوتا دا منصارا، كي ال. كنت ممرن هناك بوكسين، كيك بوكسين برضو. مرنت برضو في اندونيسيا في حته اسمها باندو. طبعا اشتغلت في عمان. تمام. اشتغلت في عمان سنتين وشويه في جيم اسمه نوك اوت. تمام. كان قدامي برضو ان انا اشتغل في دبي، لكن نزلت مصر الفتره دي ان شاء الله. طيب، في مقوله كنت على طول اسمعها، كانت بتقول قوه الرياضه في البعد عن المخدرات. تمام. اللي احنا لما يكون عندي شاب او طفل صغير احاول انا اشغله ان انا انزله النوادي، اتعلم يعني ابعد، عشان احاول بقدر الامكان ان انا ابعده عن الشباب السوء والمخدرات والحاجات دي. وجهه نظر حضرتك ايه في العباره دي؟ دي مهمه جدا، دي باور قوي جدا جدا ان انت تبطل اي حاجه. في تجارب مرت بحضرتك؟ طبعا 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 حصلت. وفي شباب كان بيجوا لي مثلا ان هو عايز ينهي الموضوع دوت من حياته لانه عامل له ازمه. طب ايه بقى اللي بيشعره ان هو يبطل ده؟ لانه بيستمتع بصحته. وانا من وجهه نظري لنفسي ان مفيش حاجه في الحياه امتع من ان انت تستمتع بصحتك، ان انت تستمتع بعافيتك طبعا، وان انت دي نعمه ربنا مديها لنا. نعمه كبيره ربنا رزقك بيها. فانت طبعا ان انت تستمتع بصحتك، ان انت تتمرن، ان انت تبدا تحس ان انت جسمك في تحسن، ان انت تبدا تعمل حاجات مختلفه، ده بيشعرك بالرضا عن نفسك. تمام. لكن الموضوع المخدرات وان فينا فعلا ناس، طبعا في ناس بطلت ونهت الموضوع ده من حياتها، لان هو اول ما بيدخل طبعا بيشعر ان هو صدره مقفول جدا، واول ما بيتمرن بيحس ان هو مش قادر يتنفس، مش قادر يعمل اي حاجه، وده بيخليه يزعل من نفسه. اكيد طبعا. ولكن لما بيستمر هو بيشعر بالرضا عن نفسه جدا. وطالما انت راضي عن نفسك من الشيء اللي انت بتعمله، فده سبب نجاحك في اي حاجه. مش بالضروره نجاحك ان انت تعمل ملايين، مش بالضروره نجاحك ان انت تعمل حاجات واو او كده، نجاحك ان انت تقدر تنقذ نفسك من اي حاجه هتدمرها. فطبعا ده نجاح جميل جدا الرياضه، ان انت تنهي حاجه تدمرك بالرياضه او تستعين بيها، فده قوه يعني. هو خصوصا في مصر الحالات النفسيه والادمان وكل ده كتير جدا، كتير. فكله احنا بنلجأ يعني ده اللي انا كنت بتكلم فيه الفتره الجايه. ده اللي انا بسعى ليه، بسعى ان انا مثلا اكون سبب في ان ناس كتير تبطل الموضوع ده. طيب. اكون سبب ان مثلا انسان يكون هو مثلا مش واثق من نفسه بخصوص موضوع الرياضه، او في حياته العامه الرياضه بتديك الثقه في نفسك. حضرتك ليك قناه على اليوتيوب؟ عندي قناه على اليوتيوب لسه عاملها جديد، بس كان بقالي فتره مش بنزل عليها. فهنبدا ان احنا ننتظم نعمل تمارين فيتنس، وخصوصا الناس محتاجه جدا جدا، قاعدين في البيت زهق. فلازم عايزين يتدربوا. ممكن يجيبوا اي حاجه تاني، مخدرات، شرب، اي أيوة. حاجه تاني. اي حاجه في الدنيا بالمتابعه. اكيد مفيش واحد، يعني بعض الناس مثلا بيجي يتمرن يومين، هو يا كوتش انا جاي اكسر الدنيا، تلاقي اسبوع بقى وبيتمرن وخلاص انا هعمل شغل ملوش حل، بيقعد اسبوع وبعدين ينام. ليه بقى؟ هنا المثابره، ان انت لازم يكون عندك اقتناع ان انت لازم يكون عندك استمراريه في الحاجه اللي انت فيها عشان تنجح فيها. يعني انا مثلا ممكن اكون في الرياضه بقالي 10 سنين، انا مقتنع ان انا هنجح فيها،
طالما انا مقتنع من جوايا وشايف نفسي ان انا هنجح فيها. واهم حاجه حب الحاجه نفسها. اكيد لازم بقى الحاجه، انت حابب حاجه خلاص. لان انت لما بيقول لك ايه، طالما انت المشوار متعب بس في حاجه بتحبها بيبقى ممتع. اكيد. طيب لكن لو المشوار مش في الحاجه اللي انت حاببها، اي حاجه حتى لو بسيطه هتحس انها تقيله على قلبك. كابتن معاذ، كنت عايز اعرف من حضرتك خبرتك كانت اخدتها منين، من مصر ولا بره مصر؟ طبعا من مصر. وحضرتك طبعا خدتها من مصر، وخدت من بره مصر برضو حاجات، استفدت من ناس كتير. التمارين كانت فين في مصر الاساسيه؟ انا بدات في مركز شباب بستين مع كابتن خميس الله يرحمه، وكان اخويا الكبير برضو دربني كابتن حسام، هو لسه موجود. طبعا انا اول ما بدات كنت يعني كان عندي حب الفضول ان انا عايز اجرب حاجه كويس، حاجه تحصل تخلي لي فيه تغيير. ولقيته. عشان كده انا بنصح ان مثلا اي حد طفل مثلا هيبدا، مش بالضروره ان كل الابطال هيبقوا ابطال عالم، يعني كل الاطفال الصغيرين ده، انا مش بقول مثلا ان كل واحد هيجي يتمرن عندي هو هيبقى بطل عالم، لا. بس اللي يهمني ان اللي يجي يتمرن معايا، او اللي يتمرن مع اي حد يلعب بوكسينج او يلعب اي لعبه قتاليه، ان هو يكون عنده اداب الرياضه اللي هو بيلعبها. دي اهم نقطه، لان انت ممكن تكون رياضي ناجح جدا ولكن ما عندكش الاداب دي، فبتبقى مكروه. ازاي يا استاذ معاذ اتمرن وانا في البيت؟ يعني كلنا قاعدين في البيت، فازاي ان انا اتمرن واتابع طبعا بتتابع معايا طبعا، انا منزل قناه كده بس طبعا ازاي اتمرن في البيت؟ بتمرن. ممكن اسم القناه عشان حابب حضرتك تتابع؟ كوتش معاذ علام. بالانجلش ولا عربي؟ بالانجلش. تمام. انا احيانا على اليوتيوب. وفي طبعا الانستا حضرتك، انا لما دخلت على الانستا بتاعت حضرتك لقيتها مليانه صراحه. هو انا برضو كنت بنزل حاجات على الانستجرام وكده، لكن الموضوع مش عايز ان هو يبقى بس سوشيال ميديا. يعني بعض الناس مثلا بتبقى شايفه ان هو بيتمرن فبيتصور التمرينه وبس، ما بيكملش التمرين، ودي مش صح. يعني الموضوع مش بس ترند، التمرين مش بس ترند، التمرين انت بتتمرنه علشان خاطر تغير من نفسك، عشان خاطر انت عايز تكون افضل، مش مجرد ترند. يعني بعض الناس مثلا بتيجي تتمرن بيصور ثانيتين من التمرين ولكن هو مش بيتمرن، مش بيكمل التمرين. فدي اهم نقطه. بعض الناس بيبقى جاي التمرين مش عايز يتعب. يعني التمرين لازم يكون فيه فن ولازم يكون فيه هزار وكده، بس مش بس فور فن. التمرين طبعا لازم تكون حاطط في دماغك ان انت هتتعب عشان خاطر توصل للي انت عايزه. دي اهم نقطه انا حابب اوصلها لناس كتير. يعني بعض الناس مثلا بيبقى كوتش انا حاجه اتمرن بقى وكده ويصور وكده وبس، وده مش صح. اللي انا بنصح فيه طبعا، انت طالما هتيجي تتمرن لازم تحط في الديب مايند بتاعك ان انت جاي علشان تتعب، عشان توصل للتارجت اللي انت عايز توصله، سواء عايز تخس، عايز تزيد، عايز تكنيك بتاعك يبقى كويس، لازم التركيز بتاعك على الحاجه اللي انت عايزها. تمام. سمعنا ان الجيم ان شاء الله كابتن معاذ هيفتح يوم 15/6، ده لو فتح ان شاء الله. طيب حضرتك تنصح بايه بقى اللي هم هينزلوا لحضرتك عشان يتدربوا؟ طبعا هم بيكونوا خايفين لان بقالهم فتره قاعدين، وغير كده كده موضوع كورونا. انت تنصح حضرتك بايه؟ كتير بتنسي يا هند. طبعا نسي. كل ما بتقعدي في البيت كل ما بتنسي حاجات كتير جدا. ايوه طبعا طبعا. اول حاجه انصح بيها طبعا الوقايه، ازاي ان انت تقي نفسك. تمام. طبعا كمامتك، الكحول، بس برضو مش عايز ان يكون مثلا، يعني انا لما حد يجي يتمرن معايا انا لازم برضو اكون مش همي ان انا مثلا بمرنه او بيزنس وبس، لا طبعا لازم انا اكون في دماغي ان هو يبقى كويس، ان هو يتغير. فاهم حاجه طبعا ما يكونش في ازدحام، ده رقم واحد، لان في جروب كلاسز بتبقى زحمه زحمه زحمه، يعني في ناس كتير، ما يكونش في تكدس من الناس، ما يكونش في تقارب على قد ما نقدر. طبعا ان احنا نتبع ان احنا يعني ارشادات السلامه، ان انت ازاي كابتن معاذ الوقت جري بينا، وبصراحه بتمنى تكون حلقه موفقه لحضرتك، واتمنى ان يكون الساده المشاهدين استفادوا بيها. تحب تقولي حاجه يا استاذه ايه؟ شرفت بحضرتك يا استاذ. شرفت بحضرتك. واحب اعزي اخونا وصديقنا الاستاذ طه ابراهيم في بنت عمه، يعني رحمها الله يا ربي. طبعا بعد استراحه من السرطان ربنا افتكرها، ودي مكانها ان شاء الله في الجنه، بنوته جميله جدا، واسفه جدا ان انا ما نزلتش الصوره بتاعتها. ربنا يرحمها ويجعل مسواها الجنه.
يا رب يا رب. اتشرفت بيك يا كابتن معاذ. الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.